عليك بلا سيد حريم الصغار وشي عليه السيد فعلا والناس اللي فطلوا البحر تواحد من جينا ولونا نحروا في لسين ولا الوزيرة والناس الفلانية والوزيرة في أمريكا والوزيرة وصير تشيل في لسين تحلونا من مشاكل نحن في تونس اللي قبل باشيل القمة العربية في مشاكل وسيد الوزير واحنا هو رجينا مش الاول مره عندنا عامين في لمات هذايا كل وزير يخرج بالقضيه نتاعو وزير هذايا هاو قال لك في القمه العربيه احنا ولادنا مسجونين في سوريا 43 ما نجموش يروحوا بهم وماشيين يعملوا في قمه عربيه في 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 في, في مصر باش يحروا فلسطين عاد حررت صغار روحت بيه متى روحت بلدك اللي مجموعه في السجون وروحت بالجاليه اللي موجوده في سوريا على قادمه بشر روحت تلهيت بشعبك لاني احنا وين الوزير او شيء لامريكا احنا حاطينك باش تشوفوا لنا مشاكلنا باش تحلوا لنا مشاكلنا كوزير وكرئيس حكومه وكرئيس دوله اليوم علاش لقيتكم 43 واحد عندنا عامين وثلاث شهور في نفس البلاصه هذه مشينا للقصر مشينا للوزاره الداخليه مشينا للحقوق الانسان مشينا بالأحمر الدولي مشي للهلال الأحمر نفس الكار 43 عفات عليهم كسلطة سورية قال لك 43 آلاف المساجين في سوريا تونس 43 حقة تمام سلطة سورية 43 قد ضمة مغرور بهم كسلطة تونسية اجت روحوا بصغاركم بالتسليم تبعثون مسؤول ولا زوج من الحكومة يتسلموا الصغار هذوما راه عامين وانا نجري انا هاني امراه عامين تو ولدي مجدود عامين وانا نجري وانا ولدي في مالي تويك ولدي في مالي طبعا عنده 3 سنين تويك كل مره مشينا وزاره الخارجيه لهنيك معنا جبنا المحامي وعطيه التقرير المرة الأولى زاد كيف كيف معناها وتو تو أنت المرأة نتاعي تو دخلت لهني للوزارة الخارجية بنت على ولدها قاعد غاديك مجدود على حد شيء كل مرة يقول لها تو نروحوا بيها تو ما نروحوش بيها جريدة هذه اليوم هذه صورة نتاع ولدك في سوريا أي لا هذه صورته اللي هو في سوريا ما هذه تصوير مصورها في تونس لهنا ولدك هذا قداش عمره وشنو وضعيته تو شنو وضعيته تو اللي هو في سوريا وماشي عليهم في سوريا وتونس ما حبش تهبطها أنا شنو نوجه نداء نجن نداء الحكومة نتاعنا اللي هي تلفت النظر نتاعها عليهم هذوما على الأولاد أي تلفت اللي تحب تلنا أولادنا توا مثلا نعفي عليهم عندهم عام محسوب عام وهم ما تلفتوا لهم الجملة ما قالوا لنا حتى شيء نجوا الخارجية توا أنا قدام الخارجية حد ما يخرج لكم وحتى حد ما يكلم هذاك هو وكل واحد يبعث الواحد يكوروا بينا قاعدين احنا نطالبوا يجيبوا لنا اولادنا ما عندنا معهم حتى شيء شنو اللي نحبوا يجيبوا لنا اولادنا يهبطوا لنا اولادنا في اسرع وقت زاده ما يخلوناش نغلطوا نعملوا حاجات ونبدوا سبحان الله خاطر واحد من التوب سي ما عادش شفت معنا للاخر ردي توا البيبان الكل دقيناها المرزوقي مشينا له بتاع الخارجيه وصلوا توا 3 وزراء حتى وزير ما قابلناه كل ما نمشوا نمشيو الكاتب كاتب يمزبلنا يمشينا ويجيبنا ومحمد خوذ اللي راهو مشي لهكا ومشي لهكا وما عملوا لنا حتى شيء محرز بن سالم بن عاشور شواشي وابني اللي جيت عليه اسمه سامي كمال بن عاشور الشواشي طالب بالفنون بكليه الفنون الجميله بسوريا ما عندوش مده طويله من اللي وصل لي مده قصيره من اللي وصل لي جاوا في صلاعه الربيع 2012 قالوا له فما محاضره في بنغازي لمده اسبوع مشى قلنا مشى نورمال مشى نورمال كما برشا شباب الحمد لله بعد اسبوع قعد يكلم فينا اسبوع كامل بعد اسبوع ما عادش يكلمنا سمعنا بيه نهار 8 من نهار 9 مارس حتى نهار 28 مارس سمعنا بيه نهار 28 مارس شد في الحدود التركيه السوريه معناتها لا عندهم سلاح ولا عندهم حتى شيء يغرب بهم واحد من ليبيا وهزهم بالعنف من ليبيا فهمتني هزهم بالعنف من ليبيا شد مع 19 تونسي اخرين 18 تونسي اخرين ومن بعد جاتنا دعوه مشينا لسوريا احنا باش نقابلوهم في السجن في سوريا جينا قابلنا 16 عائله قابلنا 16 تونسي غاديكا نلقاهم في حاله يرثى لها وجانا وزير الخارجيه للنزل وقال راهي الحكومه السوريه عفات عليهم وتطلب منكم كان تطلبوا من الحكومه نتاعكم التونسيه بما ان قاطع العلاقات تجي تتسلمهم احنا عفينا عليهم هذوما وجانا السيد مفتي الجمهوريه زاد حسون وقال وتعشى معنا وقال رحنا عفينا عليهم هذوما خاطر ما تلطخش يديهم بالدماء لذا تطالبوا الحكومة التونسية نتاعكم باش تجي تسلمهم ومعاهم زوج ليبيين روحوا بعد يومين
الليبيين عفات عليهم سوريا راحوا بعد يومين، واحنا 43 نظامة عندهم توا 10 شهور و10 ايام من عفات عليهم سوريا، وعندهم عامين وشهر وهم تحت الارض، وكل مرضى بالجرب حشاك ومرضى بالعينيهم ومرضى بكل شيء، وقعدنا نجيو يوميا فريس يوميا قدام وزارة الخارجية وقدام رئاسة الحكومة. أنا بيدي تهددت وتشددت قدام رئاسة الحكومة في المنطقة بتاع رئاسة الحكومة، وتهددت قدام وزارة الخارجية، وقع ضربي وأنا مريض بالأعصاب ومريض نفسانيا ومريض بجميع الأمراض، ونطالبوا توا آخر حل وآخر مرحلة، وما كانش نساعد ومش نعملوا عملية انتحارية، عملية انتحارية في أقرب الأجيال. ولدك هذا يسافر للجهاد في سوريا، أعطينا اسمه وقتاش سافر بالضبط وقداش عمره؟ توا عنده عامين 21 سنة عملها عمناه والعند ماما. كيف جاتوا الفكرة باش يمشي لسوريا؟ لا يخدم في السوق، لا ما عنده حد شيء، يلبس عادي شورتويت بوتيات سويرة كاروات اللي خارجة موضة، يخدم في حانوت متاع البش، عنده العفية متاع الجيش، خرج الباسبور وكتاب التعريف شيء، معناتها لا عنده صلي عادية لبسته عادية، أخته والله هي شعرها عليا كيف كنتي كما هكا، لا ما عندناش لا شكونها عاملها النقاب ولا نعيشوا عادي. قال يومي ماشي تركيا باش نجيب الدبش، هو عنده حانوت في الصباغي هاك الخرجة بعد جمعة قالوا لي راهم في للجلسون. نعرف حتى حاجة لكش ودي ظرف السجن في سوريا، عباد قالوا مات كل واحد وشنو يقول، وانا ما تصور انت ام متزوجه لولدها 19 عام مشيت مشينا المنظمه التنظيم الدول كل مشينا بعد عام سوريا معناها وعطاوهم العافيه نتاعهم هذيكيه، ومعناها قالوا جيبوا لنا طياره تروحوا باولادكم. كم محمد اقبال بن رجب رئيس جمعيه انقاذ التونسيين العالقين بالخارج، احنا اليوم عملنا الاهالي بحضور الاهالي اللي ابنائهم في السجون السوريه واللي هما متواجدين حاليا من جوان 2013 لم يقع ارجاعهم الى ارض الوطن ولا حتى فتح الملف الى هذه اللحظه. احنا هنا كهذه كبدايه للموجات من الغضب تاع الاهالي والامهات والاباء على ابنائهم اللي وقع التغرير بهم وزجهم بالمحرقه بسوريا. تو هذا مثال حي للابناء نتاعنا اللي في السجون السوريه تقريبا 43 تونسي الى هذه اللحظه وقع تصريح على اساس تسليم السلطه السوريه الى التوانسه 43 مساجين نتاعنا الى السلطه التونسيه، لكن على مراد الله الى هذه اللحظه انتم عدوا الاشهر والايام اللي العائلات اللي ترى فيهم قدامكم والامهات قاسي الامرين تسمع ارادة ولادها وتسمع بهم احياء وموجودين الى هذه اللحظه مازال ما استلموهمش.